السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني. أناد السودان اليوم، السودان ديال على اليوتيوب، ندعوك للاشتراك والانضمام الينا وتفعيل زر التنبيهات ليصلك كل جديد. تصل اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020. تنويه: أسعار العملات ليست ثابتة أو مستقرة وتختلف من تاجر لآخر خلال اليوم، فرج الانتباه عند التعامل. الدينار الكويتي 730 جنيه، الدينار البحريني 584 جنيه، الريال العماني 565 جنيه، الجنيه الاسترليني 310 جنيه، اليورو 288 جنيه، الدولار الأمريكي 251 إلى 252 جنيه، الدينار الليبي 71 جنيه، الدرهم الإماراتي 66 جنيه، الريال القطري 67 جنيه، الريال السعودي 65 جنيه، الجنيه المصري 15 جنيه. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقعنا والتكرم متابعتنا على صفحة الفيسبوك، ستجدون جميع الروابط أسفل وصف الفيديو. شكرا لحسن المتابعة.